هل هو المعنى دي ان هذا شكله عندنا a plus b على المين دياجونال، عندنا ab ab تحت المين دياجونال، وعندنا 1 1 1 فوق المين دياجونال. عم يقول لنا لنجيب الدي ان لازم نبرهن انه علاقه بين الدي ان والدي ان ماينس 1 والدي ان ماينس 2. الدي ان ماينس 1 هو ذاته هذا الدي ان، بس النمبر اوف روز ان نمبر اوف كولم نقصه شو؟ واحده. طيب شو رح ناخد؟ هذا هو الدي ان. اوكي شو رح نجي نشتغل؟ شوف عنا شيء مشترك، شوف عنا شيء هيك، ما عنا شيء غير انه بما انه في بقلبها كتير زيروز نقي يا اما اول كولم يا اما شو يا اما اول رو ونعمل اكسبانشن. فاذا هذا اللي رح نعمله. فاذا نحن جينا نقينا مين هون؟ اول كولم. لما بنيجي من اول كولم هذه قدامها بلس، هذه شوفي قدامها ماينس، فاذا هي بلس اي بي نشطب هذا الرو هذا الكولم، حضر معي هذه الماتريكس ماينس AB نشطب هيدا الرو هيدا الكولم، حيضل معي شو من فوق 1 0 0، بعدين بتبلش معي AB A plus B 1 0 والبقوي صح؟ يلا شو الاوردر لهيدي اللي هون؟ هيدي الاوردر لإلى n minus 1 وهيدي الاوردر لإلى n minus 1 لأنه نقصوا رو ونقصوا كولم صح؟ طيب هيدي هي مين؟ هاي ما هي ذات دي بس شو؟ مع عدد روز أقل، يعني هيدي هي فينا نقول AB plus B مضروبة بمين؟ بالـ dn minus 1. هيدي ما بتشبه الـ dn. شو رح نعمل نحن؟ رح نيجي نعمل الديترمنت وننقي مين؟ اول رو. باول رو شو بنعمل؟ حيكون بلس 1 بنشطب الرو بنشطب الكولم، حتضل معي هيدي الماتريكس اللي هون. هيدي الماتريكس اللي هون هي مين؟ ها هي ذات الدي ان بس مع عدد روز وعدد كولم اقل باثنين، فاذا هيدي مين هي؟ هي الدي ان ماينس 2. مشان هيك صار عندي الدي ان اللي مشينا منها هي شو بتساوي؟ اي بلس بي دي ان ماينس 1 ماينس اي بي دي ان ماينس 2. هذا هو اللي عطينا اياه. طيب هلا رح نيجي نشتغل على اساسه. اذا جبنا الدي 1 شو رح تعطيني الدي 1؟ الدي 1 يعني بس في بقلبها اول وحده. الديترمنت لل A بلس B هو مين؟ هو A بلس B. اذا بدنا نجيب الدي 2 يعني في بقلبها هذا الشقف اللي موجود هون. شو الديترمنت لها؟ هي A بلس B ضرب A بلس B ماينس AB يلي حتعطيني A باور 2 بلس B باور 2 بلس AB. في عندنا شغلتين هون رح نلاحظ. اذا ال A ديفرنت ذان B وبعد شوي اذا ال A ايكول لبي. رح نبلش بإذا الـ A different than B. رح نلاحظ إن الـ D1 فيني شوفها هي A power 2 minus B power 2 على A minus B. مقتنعين؟ شو هي الـ A power 2 minus B power 2؟ هي A minus B مضروبة بالـ A plus B. وبما إنه الـ A different than B فيني أنا أقسمها على الـ A minus B. بتروح شو بتضل معي؟ A plus B. طيب من هي الـ D2؟ الـ D2 هي فيني شوفها هي A power 3 minus B power 3 على A minus B. لانه هاي هي شو؟ هي a minus b مضروبه ب a2 plus ab plus b2 صح؟ فاذا ال d2 فيني اشوفها هيك. معناتها نحن رح نحاول نبرهن انه ال dn هي مين؟ هي a power n plus 1 minus b power n plus 1 على a minus b، بدنا نبرهنها by induction. هلا انتم هيك لوحدكم اكيد ما رح تعرفوا تعملوها. اوكي؟ فاذا لسه المفروض يكون هيك في لسه شويه hints. يلا رح نبرهنها هيك. فاذا رح نيجي نقول هي زبطة فور ان ايكول ل 1 زبطة فور ان ايكول ل 2، رح نفترضها زبطة فور ان ماينس 1 ورح نبرهنها فور ان. حناخد الدي ان، انا ما كنت برهنت من شوي انه هي a بلس b دي ان ماينس 1 ماينس a b دي ان ماينس 2. بحط بدل الدي ان ماينس 1 قيمتها، بدل الدي ان ماينس 1 شو رح تعطيني الدي ان ماينس 1؟ حتعطيني a ان ماينس b ان على a ماينس b، والدي ان ماينس 2 حتعطيني a ان ماينس 1 ماينس بي ان ماينس 1 على اي ماينس بي. هي مضبوطه لحد مين؟ لحد الان ماينس 1. طيب احنا حطهم كلهم تحت نفس الدينومينيتر اللي هو اي ماينس بي ورح نضربهم، حتعطيني هاي اي ان بلس 1 بعدين ماينس اي بي ان بعدين بلس بي اي ان ماينس بي ان بلس 1، وهيدي بنضربها وهي بنضربها فيهم. هيدي رح تروح مع مين؟ هاي اي بي ان حتروح مع الاي بي ان، وهيدي رح تروح مع هاي. شو رح نفضل؟ ب اي ان بلس 1 ماينس بي ان بلس 1 على مين؟ على اي ماينس بي، معناتها ترو فور ان، معناتها صارت ترو فور افري ان اكبر من مين؟ من 1. طيب هذا كان في حال كانت الاي ديفرنت ذان بي، بركي الاي ايكول لبي. فاذا الدي 1 شو رح يعطيني؟ هي اي بلس بي صح؟ الديترمنت لها هي اي بلس بي، الاي ايكول لبي فاذا شو رح يعطيني؟ 2 اي. الدي 2 ليكو طلعناها هون عطتني هاي، خدوا الاي ايكول لبي، فشو حيعطيني هون؟ 2a باور 2 بلس a باور 2 يلي هي قديش؟ 3a باور 2. رح نجيب الدي 3، الدي 3 هي a بلس b دي 2 ماينس a b دي 1، بحط بدل الدي 2 قيمتها وبدل الدي 1 قيمتها، وصلنا ل 4a 3. فاذا كانه الدي ان شو شكلها؟ n بلس 1 a باور n، هون سبق طب وحده وهون نفس هذا اللي هون، فاذا الدي ان هي n بلس 1 a n.
فإذا ظابطة فور ان ايكوال لوان، ظابطة فور ان ايكوال لتو، رح نفترض إذا ظابطة لحد الان ماينس ون ومبرهنة لمين؟ للان. فإذا بنكتب الدي ان، هذه اللي طلعناها بأول بارت، بنحط بدل الدي ان ماينس ون قيمتها، بدل الدي ان ماينس تو قيمتها، ومنظبطهم شكلهم بيطلع الشكل اللي نحن بدنا اياه. بآخر بارت عملنا نجيب هذا الديتيرمنت للدي ان. إذا بتلاحظوا هون هذا بيشبه مين؟ اوكي خلينا هيدا بيشبه هيدا، كأنه أخذنا الـ A equal لـ B equal لهون، هون شو بيعطيني 2 وهون شو بيعطيني 1 ضرب 1 شو عم يعطيني 1. فإذا الـ DN هو كأني عم باخذ الـ A equal لـ B equal لهون، يعني أنا رح طبق شو؟ رح طبق هيدي الفورمولا. DN هي مين؟ هي N plus 1 ضرب AN. مين هي الـ A؟ هي 1. فإذا الديترمنت شو عم يعطيني N plus 1. الاكسرسايز نمبر 7 بده نجيب له هاو دي ديترمنت اللي معنا اياه. باول وحده شفتوا اللي معنا اياه، ما في شيء مشترك بيناتهم لحتى اللي نيجي نجمع كولومز او نجمع روز او نجمع هي. شو رح نعمل؟ اللي رح نعمله اني رح ثبت هون وصفر. انا ثبتت هذا ال1 ورح صفر هاو دي من او حصفر كروز، اوكي؟ رح صفر هاو دي الاثنين رو من هيدي ال1. فاذا شو عم حط؟ كل الروز ححط بدل الرو 1 رو 1 ماينس رو 4، بدل الرو 2 رو 2 ماينس رو 4، بدل الرو 3 رو 3 ماينس رو 4، 1 بلس A ماينس 1 حتضل معي A، 1 ماينس 1 حتعطيني 0، 1 ماينس 1 حتعطيني 0، 1 ماينس 1 ماينس D حتعطيني ماينس D، هي بتعطيني 0، هي بتعطيني B، هي بتعطيني 0، وهي شو بتعطيني ماينس D. وهيك بنكملة. بدنا نعمل الديترمنت، حنقي هذا أول كولم. فإذا عندي بلس A مضروب بنشطب الرو بنشطب الكولم حيضل معنا هيدا الديترمنت، بعدين ماينس بلس ماينس ماينس 1 بنشطب هيدا الرو هيدا الكولم بضل معنا هيدا الديترمنت. يلا هيدا الديترمنت بنشتغل شغله غادي، بنقي اول رو نعمل اكسبانشن للديترمنت، وهون بنقي اول رو بنطلع الديترمنت، بالاخير حيطلع معنا هو هيدا الديترمنت. فاذا هون مش قايل له ويزاوت اكسبانشن او شيء، خلص كومبيوت ذا فولوينج ديترمنت، فينا نعملهم بالطريقه اللي بدنا اياها. هلا جينا على تاني وحدة. تاني وحدة شوفوا شكله. رح نلاحظ إذا جمعت كولومز حيعطيني A plus C plus D plus 1 plus D، وهون C plus 1 plus B plus A plus D، يعني هني نفسهم زيتهم. فإذا رح إيجي على column 1 هحط بدله column 1 plus column 2 plus column 3 plus column 4، حيطلع لي شو؟ نفس الكونستنت. طلع على برا بدل عندي 1 1 1 1، هلا هون بثبت هذا ال 1 وبصفر كل شيء منه. فإذا 1 minus 1 حتروح C plus 1 minus C حتضل معي 1، A minus A plus 1 minus 1 حتعطيني minus 1، كمل تصفير، هذه 1 minus 1 حتروح C minus C حتروح A minus A minus 1 حتعطيني minus 1. بيصير مهم هذا شكله للديترمنت. نقي أول كولم، فإذا عندي plus 1 برجع معي هذا الديترمنت، برجع كمان بنقي أول كولم، فإذا عندي plus 1 مضروب بالديترمنت لهيدي الصغيرة، هيدي الصغيرة شو بتعطيني؟ minus 1 ماينس 0، فإذا هي ماينس، وعندي A B C D بلس C موجودة معنا إياها من برا. مرة جاية إذا الله راد بنكفي باقي الـ exercises.